يعطيكم العافية متابعين أستاذ حسن الساعي. طبعا احنا اليوم موجودين في النسخة الثالثة لافتتاح معرض مرود، طبعا تحت الرعاية الكريمة لغرفة التجارة. هذه النسخة طبعا متميزة أول شيء بعدد المشاركين سواء حتى خارج قطر أو بالإضافة لذلك أيضا نسبة المشاركين هالمرة زادت، عندنا 102 من المشاركين سواء من قطر أو خارج قطر، تتنوع ما بين الأزياء، تتنوع أيضا ما بين نفس ما تشوف يعني عبايات، ملابس، كافيهات، فيعني عندك مجموعة كبيرة ومتنوعة راح تخدم قطاع كبير من الزوار. يا مرحبا، الله يسلمك، خير ذات بخير. طبعا شفتوا اخواني واخواتي، هو النسخه الثالثه من معرض مرود تحت رعايه غرفه تجاره قطر والمقام حاليا في مركز قطر للمؤتمرات من الفتره 27 الاول من اكتوبر 2019. حياكم الله.